أهلا وسهلا فيكم بأرسن بوز. حكمة جديدة من حكم الأعراب. مرة كان واحد أعرابي راكب فرسه وماشي بهالصحراء، فقابل شخص خطي. هذا الشخص ممدد على الأرض وبين الحياة والموت، فأسعفه وشربه طعمه وحمله على ظهر الدابة معه. ليل عليهم الليل، فردوا بده يناموا. الأعرابي فجأة سمع صوت، كان نايم الأعرابي، فجأة سمع صوت انتبه، قام ولا شاف هذا الرجل طلع لص، أخذ الحصان وشرد فيه. فشافه من بعيد فلحقه، قال له يا فلان على رسلك، قال له لا تخبر أحدا بما صنعت معك وبما صنعت أنت حتى لا تضيع المروءة بين الناس. الفرس حلال عليك، روح، بس لا تخبر أحدا. شوف قديش هذا الإنسان يقدر قيمة الأخلاق في المجتمع، وبيحب هاي الأخلاق الحميدة ما تنتفي وما تتلاشى في المجتمع، لحتى إذا كان في ناس بالمستقبل ماشيين وشافوا واحد ممدد يروحوا يسعفوه، ما يتركوه يموت، ما يفكروا إنه فلان شفت عمل هيك معي وأنا أنقذته بعدين لطش الحصان وشرد. لا، قالوا لا تخبر أحدا حتى لا تضيع المروءة بين الناس. كانوا يعني يهتموا كتير بالأخلاق، كان عندهم كم هائل من الأخلاق ومن الصفات الحميدة، واللي هن كانوا غيورين عليها، غيورين بغار، بخاف إنه هاي المروءة تختفي من الأرض. سبحان الله، قصة قصيرة ولكن فيها عبرة عميقة. بتمنى تكون القصة عجبتكم وامتعتكم، وبتمنى تضلوا معنا بفيديوهات تانية مع حكم جديدة من حكم الأعراب. شكراً.